السلام عليكم، اهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطه. النهارده معانا درس جديد بعنوان ظرف الزمان وظرف المكان. اولا الامثله: يذهب التلميذ الى المدرسه صباحا، رجع الاب من العمل ظهرا، ذهبت الاسره الى الاسكندريه صيفا، ويظهر البرتقال شتاء، واقامت الاسره وليمه مساء. كل كلمة من الكلمات السابقة التي تحتها خط بينت وقت حدوث الفعل وزمنه، لذلك تسمى ظرف زمان، مثل صباحا وظهرا وصيفا وشتاء ومساء. وكلمة صباحا بينت وقت ذهاب التلميذ إلى المدرسة. وغالبا ظرف الزمان منصوب بالفتحة، إلا بعض الحالات فهي مبنية. ثانيا، تقع أسوان جنوب مصر، ويقف المعلم أمام التلاميذ، ويقف الحكم وسط الملعب، ويتابع المهندس العمل بين العاملين. كل كلمة من الكلمات الملونة بينت مكان حدوث الفعل، لذلك تعرب ظرف مكان منصوب بالفتحة، مثل جنوب وأمام ووسط وبين. وكلمة أمام بينت مكان وقوف المعلم، فهو يقف أمام التلاميذ، وتعرب ظرف مكان منصوب بالفتحة. ملحوظة: معظم الكلمات التي تقع ظرف زمان أو مكان غالبا منصوبة ونكرة. ومن الأخطاء الشائعة للتلاميذ أنهم إذا طلب منهم أن يكمل الفراغ بظرف مناسب، فإنه يسبق الظرف بحرف جر، وهنا لا تعد الكلمة ظرفا بل اسما مجرورا، لأنه قد سبقها حرف جر.